من أجل تخفيف العناء والتكاليف والمشاق التي تؤرق الشباب، بلدية الرباح بوادي سوف تنظم العرس الجماعي التاسع لفائدة 32 عريساً، المبادرة التي تنظمها جمعية الإرشاد والإصلاح بالولاية. عقد قران العرسان احتضنه مسجد الوئام بذات البلدية. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الشكر موسوع علاوة عن نفسي ونيابة عن إخواني العرسان. نشكر جمعية الإرشاد والإصلاح ممثلة بمكتبها البلدي بالرباح على تنظيم هذا الزواج الجماعي. للزواج الجماعي، ونشكر كل من ساهم في هذا الزواج. نسأل الله أن يجعله زواجا ميمونا مباركا. بمناسبة هذا الزواج السعيد أتقدم بحر التهاني وأطيب الأماني إلى كافة عرسان العرس التاسع، راجيا من المولى العزيز العلي القدير أن يجعله زواجا ميمونا ومن الشيطان معصوما، وأن يجعله في ميزان حسناتهم كل من سعى بقدر ما، وأن يرزقهم الله على قدر ما يرجون. وقفة تضامنية لقيت استحسان الجميع التي جددت بدورها روح التكافل المتجذرة في المجتمع الجزائري الأصيل.